أهلا بكم إلى زوايا الحدث. كشف مسؤولون أمريكيون أن واشنطن تدرس مساعدة التحالف العربي في حربه ضد الحوثيين، ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن مناقشات تجريها إدارة الرئيس ترامب لإتاحة المزيد من المساعدات لدول الخليج في حربها ضد ميليشيا الحوثي. وفي سياق متصل، لقي مشتبه بانتمائه لتنظيم القاعدة مصرعه في غارة جوية لطائرة من دون طيار في شبوة، وذلك بعد إعلان البنتاجون مصرع 8 في قصف لطائرات الدرونز في 23 من إبريل الجاري. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: التغير في السياسة الأمريكية وانعكاسه على نتائج الحرب في اليمن، ولماذا فضلت أمريكا تولي ملف الإرهاب بعيدا عن أطراف الداخل والإقليم، وما هي العواقب؟ تغيرات كثيرة في التعامل الأمريكي مع قضايا المنطقة منذ قدوم ترامب، لكن تلك التغيرات لم تحسم خياراتها النهائية بعد في كيفية التعامل مع القضايا الشائكة في المنطقة، عدا ملف الإرهاب الذي شهد تصعيدا غير مسبوق لم يقتصر على وتيرة ضربات وحسب، بل وصل أيضا إلى الاستغناء عن الأطراف المحلية، وهو ما أفقد تحالف الانقلاب ذراعا آخر كان يلجأ إليه في النوائب. نذهب إلى مشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود لفتح النقاش مع ضيوفنا في هذه الحلقة. إيران تقحم نفسها في اليمن، موضوع يترسخ كاهتمام مشترك على طاولة البحث بين واشنطن والرياض، ويدفع باتجاه تدخل أمريكي محتمل على خلفية المواجهة العسكرية التي تخوضها الحكومة بإسناد قوي من التحالف العربي ضد عملاء طهران في اليمن. ووفقا لوكالة رويترز، فإن الولايات المتحدة بقيادة ترامب تتفق مع دول الخليج على نحو متزايد في النظر إلى الصراع في اليمن باعتباره تدخلا إيرانيا، وأن مناقشات مفصلة تجري داخل إدارة ترامب ستتيح المزيد من المساعدة لدول التحالف، ويمكن أن تشمل توسعة نطاق معلومات المخابرات. يأتي ذلك في ظل ما يعتقده الكثير من المراقبين في الولايات المتحدة ودول الخليج بشأن دور إيران الواضح في ارتفاع مستوى مقاتلي ميليشيا الحوثي. وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الذي زار الرياض مؤخرا صرح خلال تلك الزيارة بأنه أينما ترى اضطرابات في المنطقة تجد إيران، إشارة لا تخلو من دلالة صريحة على تحول في الموقف الأمريكي إزاء الصراع الدائري في اليمن باعتباره أحد صور التورط الإيراني في ساحة عنف أخرى. ورغم أن الوزير ماتيس تحدث صراحة عن تأييده لحل سياسي للصراع في اليمن، فإن مسؤولين أمريكيين عبروا عن اعتقادهم بأن الضغط العسكري الذي يمارسه التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية يمكن أن يساعد في تهيئة الظروف للتوصل إلى حل عن طريق التفاوض. وفيما تستعد الحكومة الشرعية والتحالف لهجوم محتمل على ميناء الحديدة، لم يستبعد هؤلاء المسؤولون وفقا لرويترز أن تقدم الولايات المتحدة مساعدة لم تحدد طبيعتها إذا مضى التحالف في تلك الخطوة، رغم يقينهم بأن واشنطن لا تدرس شن ضربات على أهداف للحوثيين أو نشر قوات برية. نبدأ النقاش مع ضيفنا من الولايات المتحدة الأمريكية المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. أهلا بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا بك وبمشاهديك الكرام. أستاذ إبراهيم، بداية، هل الموقف الأمريكي واضح فيما يخص الملف اليمني؟ هل هناك فعلا تغير في هذا الموقف؟ أصلا في اعتقادي الأمريكيين والحكومة الأمريكية دائما لا توضع أمنها القومي في أي حليف، فما بالك عن ميليشيات في الداخل اليمني وحكومة ليست بالقوية ولا يوجد لديها أجهزة أمنية قوية. وأنا في اعتقادي الآن أن الولايات المتحدة بالنسبة لملف مكافحة الإرهاب في اليمن بدأت تتحالف بطريقة أقوى مع دولة الإمارات العربية المتحدة، كونها أصبحت لاعب قوي في الشأن اليمني وبالذات في المناطق التي يسيطر عليها أو التي كان يسيطر عليها تنظيم القاعدة ولها الآن أياديها في الداخل اليمني وتتعامل معهم بشكل مباشر. آخر اليوم يعني في آخر المطاف الولايات المتحدة هي تعمل مع أي أجهزة حقيقية وتعطيها المعلومات، لكنها
في آخر اليوم هي من تقرر مع من تتعامل. هذا التعاون الأمريكي الآن مع الإمارات يعني أحد الأطراف اللاعبين اليوم في المشهد المحلي فيما يخص مصلحة أمريكا في موضوع الإرهاب كما تقول، هل هناك مقايضة مقابل هذا التعاون وهذا الاشتراك ربما في ملف مكافحة الإرهاب مع الإمارات؟ هل له مقابل ربما في سير معارك التحالف العربي اليوم مع الانقلاب؟ أنا في اعتقادي الأمور واضحة، الإمارات بدأت تسيطر بشكل مباشر وبشكل حقيقي ولديها استراتيجية طويلة في أهم محافظتين من أهم المحافظتين في اليمن، وهي محافظة حضرموت ومدينة المكلا التي كان يسيطر عليها تنظيم القاعدة، وأيضا العاصمة المؤقتة عدن، ولديها تدخل قوي ومباشر في هذه الأمور من الناحية العسكرية والأمنية والمخابراتية. وفي المقابل كما تعرف للإمارات يعني أهداف طويلة المدى في اليمن هو السيطرة على أهم الموانئ اليمنية، كما عملت في السابق على تحويل ميناء عدن إلى فقط مجرد مكان لمستودعاتها مقابل أن لا يكون هناك أي صعود اقتصادي لأي مدينة يمنية، وبالذات أن عدن مؤهلة وأيضا المكلا مؤهلة لأن تصبح مدينتين دوليتين وتجلب كثير من الاستثمارات الخارجية بحيث تصبح منافسة لدبي. فلذلك طيب أستاذ إبراهيم، فقط أنت تقرأ الآن التغير في السياسة الأمريكية من التعامل في الملف اليمني فيما يخص الإرهاب فقط، ماذا عن معركة التحالف العربي ضد الانقلاب؟ هل هناك من تغير ربما للسياسة الأمريكية باعتقادك؟ أنا لا أعتقد أن هناك تغير في السياسة الأمريكية. الولايات المتحدة كما تعرف تنطلق من مصالحها كدولة ولديها حليفات حلفائها في الشرق الأوسط. الآن الإمارات تقدم نفسها كالحليف الأقوى في الخليج العربي، وهي تلعب بأوراق مهمة ومن ضمنها محاربة الجماعة المتطرفة و يعني الحليف الأقوى من حيث السلاح والتقنية وحرية المعلومات، وأقصد التدخل الحقيقي في لدى الأوساط وبالذات في الولايات في اليمن. فلذلك لا أعتقد أن هناك تغير حقيقي، اللهم أن الإمارات العربية المتحدة تود أن تدخل نفسها بشؤون يعني المنطقة بطريقة أكبر بحيث أنها تصبح لاعب يعني إقليمي إسوة بالمملكة العربية المتحدة، ولكن كما تعرف هي جديدة في هذا في السياسة الخارجية وفي مكافحة الإرهاب، فلذلك ربما لا تعرف حجمها من هذه الناحية لكنها طيب تعمل. نشرك معنا في النقاش أستاذ إبراهيم من عمان المحلل العماني دكتور عبد الغيلاني. دكتور عبد الله أهلا بك. مرحبا بكم وبالضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. دكتور عبد الله، هل فعلا هناك تغير في السياسة الأمريكية الجديدة تجاه القضية اليمنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحسب أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة سواء فيما يتعلق بالشرق الأوسط، القضية اليمنية السورية العراقية إلى آخره، أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة بشكل عام، أحسب أنها تمر يعني عدة مراحل. المرحلة الأولى كانت هي امتداد لمرحلة يعني المرحلة الانتخابية، وهذه المرحلة يعني اصطبغت السياسة الخارجية الأمريكية بالشيء من الغوغائية وإطلاق المفردات الفاردة والعناوين التي لا تعني شيئا. المرحلة الثانية وهي المرحلة الحالية للسياسة الخارجية الأمريكية هي مرحلة الاصطدام بالحقائق على الأرض. هناك شيء من التحول نحو التعقل، اقتراب أكثر من الواقعية. الشعارات التي أطلقها الرئيس ترامب في المرحلة الانتخابية والمرحلة الأولى أي ما بعد انتخابه مباشرة يبدو أنها قد في يعني طريقها إلى الأفول، لأنها اصطدمت بوقائع على الأرض يعني فلم نشهد تصعيدا في الملف السوري، لم نشهد تصعيدا مع إيران، لم نشهد تصعيدا مع الصين. يعني كل هذه المسائل تراجعت لأن الحقائق على الأرض، ميزان القوى على الأرض أجبر الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي على إعادة النظر في هذه السياسة الخارجية. الفريق الذي حوله ابتداء من وزير الخارجية ومدير CIA ومستشار لشؤون الأمن القومي، هؤلاء إلى حد كبير هم يعني أقرب إلى البراغماتية والتعقل والنظر إلى الأمور من زوايا تختلف عن تلك الزوايا التي ينظر منها
يعني الرئيس بتكوينه النفسي العقلي الجامع إلى شيء من الزيف. فأما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية إزاء اليمن، ليس هناك تحول جذري، هي امتداد إلى هذه الفترة، هي امتداد للسياسة المعلنة التي أطلقتها إدارة الرئيس أوباما. الأمريكيون، وفي آخر تصريح لوزير الدفاع الأمريكي في زيارته الأخيرة المنطقة، يغلبون الحل السياسي كما يزعمون أنهم يريدون لهذه الأزمة أن تحل الأدوات السياسية. ما يشاع أو ما يذاع وما يعلن أن الولايات المتحدة سوف ترفض التحالف العربي بمساعدات، أنا أحسب أن هذه مسألة هو شعار دبلوماسي سياسي أكثر منه يعني قضية عسكرية. التحالف العربي الذي يخوض حربا في اليمن منذ أكثر من سنتين، التراجع في الحملة العسكرية لا يعزى إلى نقص في العتاد أو نقص في التدريب أو نقص في التمويل أو نقص في المعلومات الاستخبارية، بقدر ما يعزى إلى يعني قرار سياسي. وبالتالي المعونات الأمريكية حتى وإن أتت للتحالف العربي فلن تغير شيئا. وهذا يقودنا إلى يعني القول أن السياسة الخارجية الأمريكية إزاء الأزمة اليمنية لم يحدث فيها إلى هذه اللحظة تحول جذري. الولايات المتحدة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب في اليمن، الأولوية أولويتها ليس الحوثيين، والحوثيون عندها إلى هذه اللحظة ليسوا مصنفين في قائمة الإرهاب، أولويتها محاربة القاعدة. وحتى القاعدة يعني في اليمن تم كسرها وتقليم أظافرها، وبالتراجع الأداء العسكري والقوة العسكرية للقاعدة في اليمن، وبالتالي هي لم تعد تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الأمريكي، للمصالح الأمريكية في المنطقة، ولا بطبيعة الحال للأمن القومي الأمريكي خارج هذه المنطقة. طيب، تصريح وزير الدفاع الأمريكي كيف يفهم دكتور عبد الله عندما يتحدث أنه أينما وجدت فوضى أو قلق فهو مرتبط وله علاقة بإيران، وفي ذلك فهم أنه يشير إلى أذرع إيران في اليمن ميليشيا الحوثي؟ إيران حاضرة في اليمن، والولايات المتحدة تعلم تماما أن الحبل السري للحوثيين في طهران، ومع ذلك هي لم تغير شيئا ولم تحرك ساكنا. خذ مثلا الاتفاق والملف النووي مع إيران. الرئيس ترامب قبل مجيئه إلى السلطة يعني كانت هذه المسألة هي إحدى خطاباته الحادة، ووصفها الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس أوباما مع إيران بالكارثي، ومع ذلك قد مضى عليه أكثر من 100 يوم الآن في البيت الأبيض ولم يحدث تحول فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية إزاء إيران. كل ما في الأمر أن وزير الخارجية في لقائه مع يعني الكونغرس يعني طلب إعادة النظر في مسألة رفع الحظر عن بعض الأمور، إلا بعد ذلك لم يحدث شيء. إذن الولايات المتحدة يعني السياسة الخارجية الأمريكية لا يمكن أن تقاس بالتصريحات التي يطلقها المسؤولون الأمريكيون بين والآخر، بقدر ما ينبغي أن تقاس بالحقائق على الأرض. ما هي التحركات؟ ما هي الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها الولايات المتحدة على الأرض؟ الولايات المتحدة الآن مثلا تخوض حربا في الموصل ضد جماعة الدولة، وإيران حاضرة في هذه الحرب، إذن هناك تعاون في هذه المسألة. فالجواب يعني لا نرى هذه اللحظة تحولا جذريا في السياسة الخارجية الأمريكية، لا إزاء إيران ولا إزاء الملف اليمني. طيب، أعود لضيفنا من الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ إبراهيم القعطبي. إذا لا تحول جذري كما يرى الدكتور عبد الله في الموقف الأمريكي من القضية اليمنية، لكن هناك ربما بعض التغير يقاس من خلال التصريحات المعلنة من بعض المسؤولين الأمريكيين. قراءتك للمشهد العسكري في الأيام القادمة وفق هذه المعطيات الحالية والتصريحات المعلنة على الأقل؟ أنا يعني أتفق تماما مع كل ما طرحه ضيفك من عمان، لكن هناك يعني تغير، ليس هناك تغير جذري في السياسة الأمريكية نحو الشرق الأوسط، لكن هناك عداء واضح من قبل الحكومة الأمريكية وأيضا وزارة الدفاع، يعني وزير الدفاع للملف الإيراني. فلذلك أنا في وجهة نظري حتى إن لم يكن هناك يعني تراجعا أو دعما جذريا لقوات تحالف في اليمن وأيضا مواجهة المشروع الإيراني
في الشرق الأوسط، أنا في اعتقادي أنه سيتم الحد منه. أنا في حال وجدت أو تم إلقاء القبض على سبيل المثال بسفن أو قوارب محملة بالسلاح إلى اليمن، فالولايات المتحدة ستتعامل بشكل أكثر يعني أو حدة مع التدخل الإيراني في اليمن وفي المنطقة. أنا في اعتقادي هناك اختلاف جذري في هذا الناحية، توجهات سياسة الولايات المتحدة بالإدارة الجمهورية نحو إيران. كما تعرف في آخر أيام إدارة أوباما قال الرئيس أوباما بشكل واضح أنه على المملكة العربية السعودية والخليجيين تقاسم المنطقة مع إيران، وهذا يعني إدارة ترامب تتكلم بطريقة عكس ذلك، يعني عدائها ما زال واضح لإيران، تدعم الملف تدخل التحالف العربي في اليمن بشكل واضح، حتى إن لم يكن هناك دعما صريحا يعني من ناحية التدخل العسكري، لكن هناك باعتقادي التنسيق سيكون أكثر مما كان بعهد الأوباما. وأيضا الغطاء السياسي، وأنا أعتقد بالنسبة للتحالف العربي في اليمن هو بحاجة إلى غطاء سياسي أكثر منه إلى غطاء عسكري. كما ذكر ضيفك من عمان القوة موجودة، وأنا في اعتقادي ليست المسألة مسألة سلاح أو دعم من الناحية العتادية، لأن مع المملكة العربية السعودية سلاح بما فيه الكفاية لتحرير أي منطقة، لكن هناك أيضا ملفات معقدة، وكل مصلحة تختلف عن مصلحة الدول الأخرى. يعني مثلا المصلحة الخليجية في اليمن هي المصلحة الأولى، يعني هناك تدخل إيراني سافر في اليمن وهذا يجب إيقافه. فالتحالف العربي ينطلق من هذا المنطلق، وذلك هذا التهديد يهدد أمنهم القومي بشكل مباشر ولا يهدد الولايات المتحدة بشكل مباشر. أنا في اعتقادي أن هناك الولايات المتحدة الإدارة الجديدة تعطي التدخل الخليجي في اليمن ورقة أكثر، وتعطيهم يعني دعما سياسيا أكثر في المحافل الدولية، بخلاف إدارة أوباما التي كانت تلعب أو تمسك العصابة من الوسط، وهذا كان يؤثر على تدخل الخليجي والحسم في اليمن وأيضا على ملفات أخرى في المنطقة. فلذلك الأيام أنا في اعتقادي أن الملف اليمني هو بيد المملكة العربية السعودية والإمارات بطريقة يعني أساسية. شكرا لك أستاذ إبراهيم القعطبي. المملكة العربية السعودية في اليمن أنا في اعتقادي أنه ما يعني يتم الموافقة عليه من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، لكن المشكلة الآن معقدة، لا يدري الخليجيون أيضا ما يودون من اليمن وكيف يتم الحل السياسي. فلذلك يعني عدم الحسم سيء، والبقاء أيضا عدم الحسم أو الحسم أيضا سيء، لأن الكل ينطلق من منظور ماذا بعد بالنسبة للخليج والولايات المتحدة، لأنهم لا يريدون أن يعني أن يتم السيناريو السوري أو العراقي في اليمن. فلذلك هناك محاولة يعني خلط السياسة مع الحسم العسكري بحيث يتم إرقام ميليشيات الحوثي وصالح بالدخول في اتفاق سياسي أقل تكلفة من الحسم. طيب شكرا لك أستاذ إبراهيم القعطبي من الولايات المتحدة الأمريكية. أعود لضيفي من عمان الدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور عبد الله، إذا وفق المعطيات الحالية وتصريحات المعلنة، كيف هي قراءتك للسيناريو المتوقع في ما يخص حسم المعركة ضد الانقلاب؟ لأن أطراف المعادلة هم ثلاثة: الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية، وإيران. فالدائرة تدور يعني على هذه القوى الثلاث. إيران يعني قادمة على انتخابات رئاسية في هذا الصيف، وأظن أن الولايات المتحدة لن تقدم على خطوات استراتيجية فيما يتعلق بالعلاقة مع الملف النووي أو غيره، أو إدارة العلاقة مع إيران على جبهات أخرى، الجبهة اليمنية السورية العراقية، حتى تنجلي الغمة في الانتخابات الرئاسية. وأحسب أن الولايات المتحدة سوف تراهن على دعم بعض الاتجاهات وبعض القوى السياسية. على أي حال، يعني إذا انتهت الانتخابات وعرف من هو القائد، من هو الرئيس القادم، هل هو يعني الرئيس روحاني أم غيره، عندئذ سوف تتبلور سياسة أمريكية أخرى إزاء إيران.
هذا فيما يتعلق يعني القوة الأولى. القوة الثانية وهي المملكة العربية السعودية. أنا أقول من المؤسف أن الميزان الخليجي سواء إذا إيران أو إذا ما يتعلق بالحملات العسكرية أو الحل السياسي في اليمن صار متماهيا إلى حد كبير مع المزاج الأمريكي، وصار الموقف الأمريكي هو الترم المتر الذي يحكم يعني التحولات في التوجهات الخليجية. فإذا صعدت الولايات المتحدة مع طهران نجد أن هناك تصعيدا خليجيا مع طهران، إذا حدث تراجع وغلب المزاج التصالحي بين الولايات المتحدة وطهران ينعكس هذا أيضا على المزاج الخليجي لإيران. هذه مسألة في حقيقة الأمر مؤسفة. أنا أقول وقد قلت ذلك مرارا أن لا خروج من الأزمة اليمنية بغير تقدم عسكري حقيقي، بمعنى أن المملكة العربية السعودية باعتبارها القائد لهذه الحملة العسكرية يجب أن تخطو خطوات وأن تخترق يعني القوى الحوثية بشكل أكبر، وبالتالي تحسن الموقف التفاوضي للحكومة الشرعية أو يعني الكتلة الخليجية في الحل السياسي إزاء اليمن. ما لم يحدث هذا سوف تبقى يعني المسألة تعاني من هذا التكلس وهذا الركود وهذا الجمود، والدوران حول يعني ما يسمى بالحل السياسي. ومسألة الحل السياسي قد أطلقت منذ أمد بعيد، يعني حدثت لقاءات مسقط ولقاءات في الرياض ويفترض أن تحدث. طيب أستاذ عبد الله أستاذنك فقط بالبقاء معنا حتى نشرك معنا الخبير في شؤون الإرهاب الباحث سعيد الجمحي. أهلا بك أستاذ سعيد. أهلا بكم أستاذ سعيد. التغير في الموقف الأمريكي فيما يخص ملف الإرهاب كيف تقرأه، وهل هذا التصعيد من قبل الأمريكان يوحي مثلا بتصاعد لنشاط تنظيم القاعدة أم ربما عن تعامل مختلف من قبل الإدارة الأمريكية؟ الواقع أولا نحن جميعا ندرك المصالح الأمريكية، لديهم مصالح جوهرية في المنطقة. هذه المصالح تنتظر تحت ملفات هامة، منها مكافحة الإرهاب ومنها تسهيل تصدير النفط. باختصار هناك قاعدة يتعامل مع الأمريكيين الآن وهي ضمن استراتيجيتهم في المنطقة، تتلخص حول ردع الأعداء وطمأنة الشركاء. هكذا ينطلق الأمريكيين بالنسبة حتى محليا في اليمن. لكن الذي ينظر بتمعن يجد أن هناك فجوة حقيقية في السياسة الأمريكية ما يقولونه وما يفعلونه. أيضا الأمريكيين بدوا عاجزين بالفعل عن وضع صياغة متماسكة في التعامل مع الإرهاب. لو نظرنا حتى إلى التصريحات الأمريكية الرسمية سنجد أن هذه التصريحات تكشف أن هناك تحولا للتعامل في اليمن، بمعنى أن كان في السابق التعامل الأمريكي في اليمن يعني يتخلف السرية، وهناك يعني عدم مباشرة في التصريحات والكشف عما يريدونه في اليمن. لكن الآن أتذكر آخر تصريح للمتحدث البنتاغون يقول بأنهم سيستمرون، بل إن الجيش الأمريكي نفسه سيواصل القيام بعملياته ضد القاعدة في اليمن، هكذا صراحة. ويعلل هذا بأنه بهدف التقليل من قدرتها على تنفيذ هجمات إرهابية في الخارج. إذن هذه هي الاستراتيجية العامة، هم سيظلوا ينظرون إلى اليمن بأنه مصدر قلق، فبالتالي سيكون أيضا سبب لتواجدهم في المنطقة وإلى امتداد اليد الأمريكية من اليمن إلى سائر المنطقة يعني وجميع دول الإقليم. كانت الولايات المتحدة الأمريكية حضارة ضد الإرهاب كما قلنا تأخذ طابع سري، لكن الآن بشكل علني. طيب أستاذ سعيد سأعود لك في هذه النقطة والتفرد الأمريكي في ملف الإرهاب. أطرح هذا السؤال أخيرا على ضيفنا من عمان عبد الله الغيلاني. أستاذ عبد الله، إذن هذا الانفراد من قبل الأمريكان في ملف الإرهاب وقيامهم بعمليات بشكل مباشر من خلال القوات الأمريكية، كيف تنظر إليه وما هي أسبابه، ولماذا تم الاستغناء واستبعاد الحلفاء سواء المحليين أو الإقليميين؟ أنا أحسب أن أولا عندما نتحدث عن الإرهاب في اليمن فنحن نتحدث عن فئة رئيسية، نتحدث عن القاعدة ونتحدث عن الحوثيين. أولا الحوثيون يعني كما أسلفت غير مصنفين في القائمة الأمريكية باعتبارهم قوة إرهابية، وبالتالي هم خارج المعادلة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب. القاعدة لم تعد تشكل خطرا مباشرا على المصالح الحوثية الأمريكية في المنطقة، وبالتالي
ما أحسب أن الولايات المتحدة سوف تجلب عليهم بخيلها ورجلها، إذ أنها لم تفعل ذلك عندما كانت اليمن مستقرة وكانت الحكومة الأمريكية تخوض حربا ضروسا مع القاعدة، واكتفت الولايات المتحدة في ذلك الوقت بشيء من الدعم اللوجستي وبعض الضربات يعني العسكرية عن بعد. فما أحسب أن الولايات المتحدة سوف تقدم على إنزال بري في يعني من أجل محاربة الإرهاب في اليمن. مشكلة اليمن الآن الرئيسة هذا الاختطاف الذي تعرضت له اليمن من قبل الحوثيين. الولايات المتحدة تعلم أن الخطر يكمن هناك وليس في القاعدة، رغم أننا ندري أن القاعدة تقوم ببعض العمليات التي يعني لا تروق بطبيعة الحال لا للكتلة الخليجية ولا للولايات المتحدة، ولكنها لا تشكل خطرا ماحقا مباشرا يهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة على المستوى الإقليمي في المنطقة. طيب استبعاد الطرف الحكومة الشرعية من مكافحة الإرهاب، معروف أنه قبل السنوات الماضية كان هناك تعامل أمريكي ودعم للأجهزة اليمنية المحلية في موضوع مكافحة الإرهاب، لماذا الآن لا يكون هناك دعم أمريكي للسلطة الشرعية في هذا المجال؟ لماذا القيام بالعمليات بشكل مباشر؟ السلطة الشرعية أخي في اليمن اليوم تعيش أزمة داخلية. أولا هناك أزمة يمنية، ونحن نعلم جميعا الذي يحدث في عدن الآن من إقالات ومن صراعات ومن حرب داخلية بين في الحكومة ذاتها. إذن الحكومة غير مؤهلة وغير قادرة على أن تنجز مهامها الرئيسية فيما يتصل بتحرير يعني اليمن، دعم المقاومة الشعبية، بناء الجيش الوطني. هي عاجزة عن أن تقوم بهذه المهام، وبالتالي هي أعجز من أن تكون حليفا أو شريكا للولايات المتحدة في يعني محاربة الإرهاب. شكرا لك أستاذ عبد الله. شكرا لك عبد الغيلاني المحلل السياسي، كنت معنا من سلطنة عمان. أختم ما تبقى من وقت في هذه الحلقة مع ضيفنا الخبير في شؤون الإرهاب الأستاذ سعيد الجمحي. إذن لماذا أمريكا بشكل منفرد تتولى ملف مكافحة الإرهاب ومن خلال عمليات مباشرة لقوات الجيش الأمريكي بعيدا عن الحلفاء المحليين والإقليميين؟ الأمريكيون هم يعني منذ سنوات منذ عقود يتعاملون بهذا الشكل، لديهم مصالح كما قلنا سابقا في المنطقة. أساسا بالفعل اليمن لم تكن قادرة يوما من الأيام على التعامل مع تنظيم القاعدة، لهذا وجد الأمريكيون بأن العمليات التي انطلقت من اليمن إلى الأراضي الأمريكية ذريعة ومبرر مباشر للتدخل بشكل علني، إضافة إلى ما تعانيه الآن اليمن. الآن حاليا اليمن كما نعرف تعاني من ظروف أمنية واقتصادية حرجة وتتسبب أيضا بمزيد من التدهور، فبالتالي الأمريكيون لابد أن يتواجدوا في المنطقة. يعتبروا الأمريكيون يعتبروا أن تواجدهم مبرر، وأنه يعني بل أصبح المحارب الحقيقي اللي نظرنا أو المواجه الحقيقي للأمريكيين الآن عبر الطائرات الأمريكية وعبر حتى الإنزالات المباشرة من الأمريكي والمالي لمقاتلة القاعدة هم الأمريكيون. لا تواجد حقيقي للجيش اليمني، الجيش اليمني منشغل ما بين جيش وطني يعني يواجه الحوثيين والانقلابيين في عدة جبهات، فبالتالي انفرد الأمريكيين الآن بهذه المعركة وأصبحت المعركة معركتهم. ولكن للأمريكيين حسابات أخرى، لا أعتقد أنهم يريدون الانتهاء من مشكلة القاعدة في اليمن بشكل نهائي، ولو كان هذه الاستراتيجية ضمن استراتيجية حقيقية لانتهوا منها بالفعل، لأن حققت الضربات الأمريكية الكثير من النجاحات. والأمريكيين يدركوا أيضا أنهم لا يمكن أن ينتهوا من ملف الإرهاب في أي منطقة بشكل نهائي، فبالتالي يتركوا جزءا منه للاستفادة فيما بعد للتواجد ولتحقيق أيضا المصالح وحسابات أخرى. شكرا لك أستاذ سعيد الجمحي الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة. في الختام تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد.